بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهارده عن الريبرودكشن اوف يوناريا، وده واحد من النباتات الحزازيه البرايفايتس، وهنشوف مع بعض ازاي بيتكون وازاي بيتكاثر. مع حضراتكم علاء السعيد، استاذ دكتور علم الطحال بجامعه اسكندريه، ومعار حاليا الى جامعه القصيم. بنشوف مع بعض شكل الفيوناريا، بنلاقي ان النبات نفسه بيكون الجاميتوفايت والسبوروفايت، لان احنا قلنا ان النبات هنا بيبقى فيه طورين من اطوار الحياه، بيبقى فيه النبات الجاميتوفايت اللي هيبقى في الجزء اللي تحت ده، وكل اللي احنا شايفينه فوق ده بقى هيبقى النبات السبوروفايت. هنبدا مع بعض وهنشوف ترتيب الجاميتوفايت بيكون بالشكل ده، بيكون فيه عباره عن رايزويدز واشباه جذور موجوده هنا، بنلاقي فيه ساق بس متغطي من كل جهه بالاوراق اللي احنا شايفينها دلوقتي. طيب نشوف مع بعض دوره الحياه بشكل مبسط، احنا قلناها اكتر من مره، لكن النهارده احنا بنركز على ايه؟ بنركز بنقول ان شكل دوره الحياه بيبقى الاساسي او البيزك او الشكل الاساسي، طبعا بيكون فيه تغيرات، بيكون فيه شكلين من اشكال دورات الحياه، بيكون الشكل الاولاني الجاميتوفايت او النبات المشيج، وده بيكون احد المجموعات الصبغيه، بيتبادل في دوره الحياه مع نبات الجرثومي اللي هو ثنائي المجموعه الصبغيه. طيب احنا يبقى هنبدا بنين؟ بالجاميتوفايت ولا سبوروفايت؟ الحقيقه دايما بنبدا بالنبات السائد، يعني اللي هو بيشغل معظم دوره الحياه، هنا النبات الجاميتوفايت هو النبات السائد. فلو رحنا مع بعض وهنشوف الشريحه اللي بعد كده، اهو بنلاقي ان النبات لما بيجي يبدا الجاميتوفايت هيتكون من ايه اساسا؟ بيبدا من السبورز بالشكل ده كده، بيحصل لها جيمينيشن او انبات، بتبتدي تكون خيط. الخيط اللي بيطلع من السبورز اللي هي البوق او الجرثومه ده بنسميه بروتونيما خيط، بس الحقيقه بروتونيما خيط اولي. يعني ايه خيط اولي؟ الخيط الاول خيط بيطلع من السبور، خلاص يبقى ده هو ده خيط اولي، ما هو اول خيط طلع وبيكون شكله بالشكل ده كده اهو، ده من تحت المجهر بيبقى بالمنظر ده اهو، ادي الخيط اهي وتفرعاته المختلفة بالشكل ده اهو، وده هنا اهو. يبقى اذا الخيط اللي بيتكون من السبور اللي هو البوغ او الجرثومة ده خيط اولي، وبالشكل ده كده بنشوف الخيط بيبتدي يتفرع، هيبقى فيه جزء تحت الارض بالمنظر ده كده، اللي هو هيبقى فين؟ اللي هو اهو هيبقى تحت الارض بالشكل ده كده، والخيط اللي اتكون ادي البوغ اهو اللي بالمنظر ده اللي انا عامله باللون الازرق، الجزء الاخضر ده كله اللي هو البروتونيما او البروتونيما الاوليه، الجزء التفرعات الثانيه اللي بتبقى تحت الارض دي بتبقى رايزويدز، وعشان كده انا عامل باللون الاخضر اللي هيبقى فوق سطح الارض، وهيبقى في الغالب في الكلوروبلاست والاصباغ عشان يعمل عمليه بناء ضوئي. هنا بيكون شايل نوع من انواع البراعم اللي هي نوع من انواع التكاثر. لو كبرنا الشكل شويه اهو، ادي هنا بنلاقي النبات بالشكل ده. لو سأل النبات هنا ده الجاميتوفايت او النبات المشيجي، بيبقى عباره عن ساق صغيره وحواليها اوراق بسيطه خالص، بيطلع منه من الساق ده او من الاوراق افرع، الافرع دي بتتحول او بتبقى تحت سطح الارض عشان بتمتص الماء وده وتثبت النبات، ده بنسميها رايزويد او اشباه جذور. في عندنا وسيلتين للتكاثر، في وسائل كثيره لكن هنا واضح عندنا وسيلتين. اذا كان في مجموعه من الخلايا هتتكون على البروتونيما او الخيوط اللي فوق سطح الارض ده بنسميه بض او برعم، اذا كان في مجموعه من الخلايا بتتكون طالعه من الريزويدز او في اماكن اخرى بنسميها الجمه. طيب الخيط ده ليه سميت عليه سميته سكندري بروتونيما او بروتونيما او خيوط ثانويه مش اوليه؟ الخيط اللي فوق هنا ده سميته خيط اولي ليه؟ هما الاثنين شبه بعض بالظبط، بس الفرق فرق بسيط خالص. اذا كان الخيط ده هو اللي طالع من السبور او البوغ يبقى بنتكلم على خيط اولي، اذا كان الخيوط دي طالعه اهو زي ما انا شايف لو مشيت معاها كده طالعه من الساق او من الاوراق او ما شابه، دي بنسميها خيوط ثانويه. يبقى الخيوط اللي هتطلع من السبور مباشره اوليه، اللي هتطلع من اي مكان تاني دي خيوط ثانويه. اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده انواع مختلفه من الجمه، الجمه باختصار هي مجموعه من الخلايا قادره على الانقسام واعطاء نبات جديد، ليها اشكال كثيره زي ما احنا شايفين، ممكن تكون بالشكل ده، ممكن تكون على السطح بالمنظر ده كده مجموعه من الخلايا، ممكن بتكون داخل الخلايا نفسها خليتين هم هينقسموا بس بتبقى محاطه بجدار، ممكن تبقى داخل مجموعه من الخلايا، ممكن بتبقى متجمعه في طرف الخيط في طرف الثلث او النبات الثالوث بالشكل ده، او في الاوراق داخل الاوراق بالشكل ده كده، او في القمه بتاعه الفرع، او موجوده على الثلث او النبات المشيجي
من السطح البطني موجودة بأشكال مختلفة، أو موجودة على السطح البطني موجودة في تجمعات بنسميها فناجين أو فنجان، مكان بيبقى غائر ومليان وحدات صغيرة بالشكل ده كده، فبنسميها الجمة، تجمعات الجمة، أو بتبقى مجموعة من الخلايا بالشكل ده. يبقى كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده أشكال مختلفة من أنواع الجمة، اللي هي بتؤدي عند انفصالها من النبات المشيجي إلى تكوين نبات جديد. في وسائل تانية، دي نفس الشريحة اللي هنشوف لها قبل كده، دي اللي هي السكند البروتونيما، والبروتونيما الأولانية هنا مش موجودة في الشريحة اللي معانا، أدي الرايزويد. أحيانا الجزء ده اللي بيكون موجود هنا ده بيسموه ساعات بالبايل أو جمة. بيفرق بينهم ايه؟ الجمه غالبا بتبقى ممكن يبقى لونها اخضر، جايز ان هي بتنفصل. انا حاولت الاقي فروق شارب قوي او واضحه، مفيش. الاثنين بيتكونوا في الانفافرابل كونديشنز، في الظروف الغير ملائمه، وبتفضل تحت الارض لغايه لما بتيجي الظروف المناسبه او الميه او الى اخره او في اضاءه، وتبتدي تنمو وتدي نبات جديد. ممكن الاقي وسائل اخرى زي اللي بتبقى على الاطراف هنا بنسميها تيوبرز، بتبقى مجموعه ايضا برضو من الخلايا، وغالبا دي بقى بتبقى معمره، يعني النبات ده نفسه لو مات بتفضل ممكن تحت سطح التربه لمده طويله، وبعد كده بتيجي تنبت تاني اللي هي تيوبرز او درانات يعني. وهنا بتبقى ادفانتيشيس برانشز او فروع عرضيه، لو النبات نفسه مات او لو هو عايش ودول اتفصلوا عنه، كل واحد من دول هينفصل ويدي نبات جديد. وسائل مختلفه يعني. ادي الجمه بالشكل ده كده، وساعات بنسموها بالبايل، دي طبعا موجوده هنا عند الجذور بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده النبات اهو، دي الاوراق بتاعته اهو. دي اشكال كثيره اهو. هنا كمان ممكن تطلع الجمه فين؟ زي ما احنا شايفين على طرف الخيط، انا مشاور عليها اهي، اللي هي التجمعات دي اهي دي، او بتكون على طرف الورقه بالشكل ده كده اهو. يبقى هنا اهي اهي، دي اشكال مختلفه منها. نروح للشريحه اللي بعد كده، بنتكلم على حاجه اسمها ابوسبري، اللي هي ايه؟ اللي بيحصل تكون ديفلوبمنت او تكون او نمو لجاميتوفايت من من السبوروفايت مباشره. يعني ايه؟ يعني المفترض الوضع الطبيعي ان السبوروفايت نبات الجرثومي بيكون سبورز او ابواب تنبت تدي جاميتوفايت. لا، هنا اللي بيحصل ان الجاميتوفايت او النبات المشيجي بينمو من السبوروفايت مباشره، وده بنسميها ابوسبري. خلاص، وبيحصل ازاي الكلام ده؟ بيحصل ان نتيجه وجود بعض الخلايا الفيجيتيف اللي هي الخضريه، كلمه خضر هنا مش هشرحها اخضر، لا حتى لو كان لونها اخضر، بس المقصود هنا ان هي خلايا مش منوط بيها التكاثر. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اي خليه خضريه بتبتدي تحصل ايه؟ بتكون جرين بروتونيما، يعني خليه خضريه تقوم جايه مكونه خيط مقسم. البروتونيما دي هي بقى بتكون او بتشيل او بتحمل بادز او براعم، اللي هي ممكن بعد كده تدي جاميتوفور، جاميتوفور او اللي هو الجاميتوفايت اللي هو النبات المشيجي. طيب هنا بقى في مشكله، حد خد باله منها؟ ان المفترض ان الزبوروفايت لما بيكون السبورز بيعمل ميوزس، فالسبورز بتبقى ان عشان يبقى جاميتوفايت ان، انما هنا الخلايا الخضريه 2 ان، وبالتالي الجاميتوفورز او النبات المشيجي اللي هيتكون هنا بيكون ديبلويد، يعني 2 ان، ودي حاله استثنائيه. طيب لما نيجي نعمل بقى سيكشوال ريبرودكشن، النبات الجاميتوفايت ده المفروض بيكون امشاج مذكره وامشاج مؤنثه الوضع الطبيعي من غير ميوزس. ليه؟ لان هو المفروض ان، فبيبتدي يعمل الامشاج المذكره والمؤنثه. الامشاج المذكره والمؤنثه بيكون كل واحد منهم 2 ان، يعني ضعف العدد اللي المفروض تكون عليه، وبالتالي لما يجي تتحدوا مع بعض بيدوني جنين ماله 4 ان تترابلويد، رباعي المجموعه الصبغيه. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ طب ما هو الزيجوت ده هينبت ويدي ايه؟ ده طالع من الجاميتوفايت، يبقى الزيجوت هيدي سبوروفايت، السبوروفايت اللي هيتكون هيبقى ماله تترابلويد رباعي برضه 4 ان، وده بيكون استرايل. ما بيقدرش ان هو يكون سبورز، يعني كان التكاثر لو حصل بالشكل ده بيؤدي الى جيل عقيم ما بيستمرش طويلا، يعني مجرد الجاميتوفايت هيتكون من السبوروفايت بالشكل ده فبيبقى 2 ان. يستمر هذا الخطأ ويبتدي او الحاله الاستثنائيه وتكون لي ايه؟ امشاك 2 ان، وده وضع غريب شويه، ثم تتحد مع بعض وده اغرب وتديني زيجوت اللي هو 4 ان، ومش بس كده وينبت ويعيش ويدي نبات جرثومي، لكن هذا النبات الجرثومي بمجرد موته بتنتهي هذه القصه. طيب نروح للشريحه بعد كده، ده النبات الجاميتوفايت زي ما احنا قلنا. في الطرف بتاعه فوق احنا هنا شايفين المنظر من سطح من فوق زي ما احنا شايفين كده اهو، بنلاقي ايه؟ الرأس بتاعته الهيد دي بتبقى شايله بعض الحاجات. ايه بقى الحاجات اللي بتبقى شايلاها؟ اعضاء التكاثر المذكره والمؤنثه. زي ما احنا شايفين هنا لسه ما كونتش اعضاء التكاثر، بيبقى عامله زي الورقه بالشكل ده كده. لما بتكون اعضاء التكاثر اهي، سواء الانثريدات او الارشيونات او الاركوجونيات، اللي هي اهي هنا واضحه ايضا برضو اهي اهي
في القمة فوق في الطرف بتبقى عاملة زي شبه الزهرة شوية كده. لو خدنا كده أهو أدي الأنتريدات بالشكل ده، طبعا ده منظر أو قطاع جانبي، منظر جانبي تحت المجهر أهو. هنا برضو بنلاقي عندنا أدي قطاع بقى تحت المجهر، بنلاقي إن هنا دي الأنتريدات بالشكل ده، كل واحدة من هنا بتحاط بجدار عقيم وجواها الخلايا، وجواها الخلايا اللي هتدي الأنتريزول. لو اتحركنا كده قطاع اخر بالشكل ده كده، لو كبرنا واحده منهم كل واحده من اللي جوه دول اللي هي الانثريزويدز اللي هي الامشيج، المشيج المذكر. الخيوط اللي احنا شايفينها دي عباره عن خيوط عقيمه، الحقيقه بيقال برضو ان ليها فايده جميله جدا، وده هنشوفه في الفيديو في الاخر، انها بتحافظ على الميه بحيث ان المكان ده كله يبقى مليان ميه متغطي بالميه. قطاع اخر برضو لنفس الانثريجيوم او اللي بيسموها الزهره المذكره، زهره مجازا يعني، خلاص بالشكل ده كده اهو. بنلاقي هنا ادي البرافس اللي هي لونها احمر دي، دي اللي هي الانثريدات، ويبتدي بتخرج منها هنا اهوت الايه الاندروسايت ماس او النسيج اللي هيدي الانثريسايت بالشكل ده كده. طيب نروح للشريحه ده برضو نفسها بالشكل ده، دي مش شريحه ملونه ولا حاجه، ده لونها الطبيعي بالمنظر ده كده. وادي الخيوط العقيمه، وسميها عقيمه ليه؟ لانها مش هتكون امشاج. بيبدا تكون الانثريده اللي هو التكوين المذكر بخليه واحده، وتبتدي تنقسم اثنين بالشكل ده كده، تدي عنق، وتبقى الخليه اللي فوق دي هي اللي تحتهم منها الايريكال سيل بالشكل ده. فيديني بعد كده صفين، الخليه بتنقسم اثنين وتديني صفين، الخليه القميه ما زالت معانا، لو بصينا لها من فوق هتبتدي تنقسم اثنين بالشكل ده كده. بعد كده بتبقى الخلايا النشطه او الاكتيف او الفرتايل الخصبه في النص، وبيحط بيها الجدار العقيم اللي هو لونه لبني بالشكل ده كده. تبتدي كل خليه من الخلايا تبتدي تنقسم لغايه لما تكون مجموعه كبيره من الخلايا بالشكل ده، كل واحده منهم فيها ايه؟ فيها هتكون انثريزويد او سابح ايه؟ ذكر. ده اللي هو المشيج المذكر بيكون ان. هنا بقى التركيب المؤنث، برضو الزهره المؤنثه بالشكل ده، وكلمه زهره طبعا مجازا، التركيب هنا بالشكل ده اهو. ان لو كبرنا شويه هنا بقى، لو واحده اهي يبقى دي عامله زي الفلاسك او الفلاسك شيب او شكل الدوره، بتكون البويضه هنا بالشكل ده وهنا، ثم بلاقي بقى بقيه التركيب زي ما هنشوف مع بعض اهو. ده قطاع مرسوم، ادي كل واحده من دول عباره عن اركوجونيا بتتكون من ايه؟ لو بصينا كده هنلاقي اهو ادي الشكل ده، الخليه دي هي البويضه دي اللي هيحصل فيها التلقيح، دي الغليه الفنتر او خليه البطن، والصف الطويل خالص ده من الخلايا هنشوف هيعمل ايه دلوقتي وهيكون فايدته ايه، اللي هو الصف اللبني البامبي اللي احنا شايفينه ده كده. ليه؟ ده لما هيدوب هيدي عباره عن سائل، الخلايا اللي هنا بتبتدي تتحلل وتكون زي سائل لازق شويه عشان يسهل عمليه انتقال الانثريزويد الى تحت لغايه لما يوصل لغايه البويضه، وده اللي هنشوفه في الشريحه اللي بعد كده. ازاي الاركوجونيوم بتتكون؟ برضو نفس الشيء، بخليها واحده بتنقسم اثنين وتبتدي تنقسم عده انقسامات زي ما شفنا في الانثريده بنفس الطريقه. الخلايا الفرتايل هتبقى بالشكل ده كده، هنا بتستطيل الخليه الواحده ثم تنقسم خليتين اهو بالمنظر ده عشان تدي في الاخر المنظر اللي احنا شايفينه. ادي الخليه اللي هتبقى ايج، دي الفنترال كانال سيل، خليه القناه او خليه البطن اللي هي بتبقى في القاعده من تحت، والخلايا بعد كده اللي فوقيها دي اللي هي خلايا النك او العنق اللي احنا شايفينها هنا. نشوف الشريحه اللي بعد كده بقى، هيحصل ايه؟ هنا حصل انتقال الانثريزويد اللي هو المشيج المذكر، وراح للمشيج للبويضه لغايه لما وصل للبويضه، هنشوف ده في الفيديو بالتفصيل. وصل لهنا دي الخليه اللي تهمنا، اتكون الزيجوت 2 ان، يبتدي ينقسم الى خليتين، خليه قاعديه والخليه العلويه بالشكل ده كده، الخليه الابيكال اهي معانا، ويبتدي ينقسم عده انقسامات لغايه لما يكون لي السبوروفايت او النبات فين؟ النبات الجرثومي. ده كله هيتكون فين؟ هنا في المنطقه دي اهو، هيبقى في الجزء ده هنا جوه المبيض ده. طب نشوف الشريحه اللي بعد كده، لما بينمو بقى هيبقى بالمنظر ده، الجاميتوفايت اللي هو الجزء اللي تحت ده كده، ويبتدي ينبت السبوروفايت عشان يبقى نبات كامل، يديني السيتا او العنق الطويل ده، ويشيل الجزء اللي فوق ده اللي هو الكبسوله. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره هنا بيكون بقى في ميل، ميل يعني مذكر فرع مذكر فرع مؤنث، حصل التلقيح وكون لي السبوروفايت اللي هو بالشكل ده. يبقى الجزء ده، الجزء اللي احنا شايفينه ده اللي تحت ده، ده كله ده الجاميتوفايت، كل اللي فوق ده اللي هو مين؟ السبوروفايت. نروح للشريحه اللي بعد كده عشان نشوف اشكال جميله جدا الحقيقه وصور ممتعه. بنلاقي دي الكبسوله اللي موجوده فوق اللي هي هيكون موجوده فيها، موجود فيها ايه؟ السبورز او الابواب، وده الفرع النبات الجاميتوفايت بالشكل ده، وده الجزء العلوي من السبوروفايت باشكالها المختلفه، ممكن تكون بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده. يبقى الكبسولات اللي موجوده عندنا او الحوافز الجرثوميه ليها اشكال عده.
اهو بنكبر واحده منهم كبيره بالشكل ده كده زي الفيوناريا، ده المنظر بتاعها، ده القطاع بتاعها بالشكل ده، بيكون فيه هنا زي كاليبترا او الجزء ده بيكون فيه زي عنق، وهنا بيكون زي عويمد موجود من هنا في المنطقه دي، ده المكان اللي هيكون فيه السبورز، اللي هيتكون هنا فيه السبورز، وده كله نسيج خضري اللي هو لونه اخضر بالشكل ده كده. طيب نشوف الشريحه اللي بعد كده، ده قطاع فيها، دي من تحت الشريحه اهو، ده الابوفيسز او الجزء ده سيتا اللي هي الخيط الطويل خالص، وده الابوفيسز الجزء اللي هو النسيج اللي من القرايه البارينكيما، ده الكوليوميلا او العميد او العويمد، الاثنين دول في القطاع بتاعهم ده اللي هيكون فيهم النسيج اللي هو فيها السبورز اللي هتكون الانسجه او السبورز، وطبعا دي عليها البيانات مش هنقف عندها كتير. قطاع اخر عشان نبين هنا الكيسين اللي احنا بنبص عليهم مليانين بالسبورز او الابواخ. هنا بقى هنشوف دورة الحياة بتاعتنا او التكاثر، احنا اتكلمنا عن بعضها هنا بقى. بنتكلم على ثلاث اشكال، في اشكال كتيره، فنبات الفيوناريا اللي هو الجاميتوفايت ده الفيجيتيف ريبرودكشن، خلاص في ناس ساعات بتسميه اسيكشوال، طالما بعدنا عن المي والمؤنث فبنتكلم على اسيكشوال او فيجيتيف. طيب اللي بيحصل هنا ان التكاثر ممكن يتم عن طريق البروتونيما، يعني بيكون خيط، الخيوط دي تشيل بطز او براعم تيجي ترجع تنمو لنبات جديد مره ثانيه، او البروتونيما هنا البروتونيما الاوليه، هنا بيكون سكن البروتونيما اللي هي طالعه من اي جزء تاني من الجذر من الساق من الاوراق، وايضا بتحمل براعم ثم ترجع تكون النبات مره اخرى، او عن طريق البالبايلز اللي هي البصيلات او التيوبرز اللي هي الضرانات بتكون طالعه على الجذور او الجمه زي ما احنا قلنا قبل كده، بتكون البروتونيما وتبتدي تشيل براعم عشان تدي نبات جديد مره تانيه. نيجي نشوف دوره الحياه بقى الجنسيه بالشكل ده كده اللي بتحتوي على ايه التكاثر الجنسي. النبات عندنا بالشكل ده كده بنبدا اهو، ادي الجاميتوفايت بيكون هنا، لو بدانا هنبدا هنا لا هنبدا من الجاميتوفايت، الجاميتوفايت فوق اهو، ان الجاميتوفايت هنا ممكن يكون نفس النبات عليه المذكر المؤنث او بيكون في اف بالشكل ده، هنا بتكون في الانفريديا، ادي الاركوجونيا اهي لو كبرنا شويه اهو، دي الانثريدات وادي الاركوجونيات بالشكل ده، الانثريدات هتدي الانثريزويد اهي اللي جواها، هتدي الانثريزويد هتسبح لغايه لما توصل لغايه فين؟ الاركوجونيا هنا عشان يحصل الفيرتلايزيشن. يبقى هنا طب الانتقال ده بنسميه ايه؟ بولينيشن اللي هو التلقيح، عمليه التلقيح، يبقى من الانثريدات بتسافر او بتتحرك السباحات الذكيه، والعمليه دي لازم لها ميه. طيب وعشان كده قلنا ان المنطقه دي اهي لازم الخلايا دي بتدوب عشان يبقى الجزء ده كله فيه ميه وفيه سوائل تقدر ينتقل فيها الانثريزويد. بعد كده لما يبتدي يندمج النواه المشيج المذكر مع النواه المشيج المذكر ده اسمه فيرتلايزيشن او اخصاب، الخطوتين دول مع بعض بيمثلوا التكاثر الجنسي او السكشوال ريبدكشن اللي هو التكاثر البيضي او اوجامي. بتبتدي خليه الزيجوت بتنقسم عشان تدي الامبريو خلاص اللي هو البديله الصغيره او الجنين، بتبتدي تدي مجموعه من من الخلايا، خلاص الخلايا دي 2 ان، خلي بالنا احنا هنا بدانا 2 ان 2 ان، وتبتدي تكون الجنين اللي هو هيدي السبوروفايت، هيتكون فين؟ داخل الارشيوجونه اللي هي موجوده على النبات الايه؟ المشيجي المؤنث، ويبتدي يطلع منها بالشكل ده كده. السبوروفايت بيتكون بقى فيه جزء غائر او بينمو داخل النسيج الجاميتوفايت، وادي السيتا او العنق، وادي الكبسوله بالشكل ده. الكبسوله زي ما احنا شفنا القطاعات بتاعتها بتبقى داخلها ابواغ او سبورز او جراثيم. طبعا دي بيكون اتكونت نتيجه حدوث الميوزس عشان الجراثيم دي تبقى احاديه المجموعه الصبغيه، بتبتدي الجرثومه تنبت فتديني بروتونيما، ودي بنسميها بروتونيما ايه؟ اوليه، تبتدي تشيل براعم مجموعه من الخلايا الصغيره، بتدي مجموعه اوراق صغيره، لما تنفصل عن الخيط تبتدي تديني نبات مشيجي جديد مره ثانيه. يبقى دورة الحياة هنا، يبقى دورة الحياة بيبان فيها ظاهرة الايه؟ الترنيشن اوف جنريشنز، او ظاهرة تبادل او تعاقب الاجيال، اللي هو تعاقب جيل الجيل اللي هو المنطقة البنفسجية دي كلها، ده النبات المشيجي، لكن كل الخطوات دي اللي هو الطور المشيجي، اللي هو كل الخطوات اللي فيها ان، ده اسمه طور مشيجي او المراحل المشيجية. خلاص بتبدا من اول انتقال السبورز او الابواغ او الجراثيم لما بتنطلق من الكبسوله حتى يبتدي يحصل فيرتلايزيشن، بيوديني للطور الثاني اللي هو الطور مين؟ الطور الجرثومي. نشوف الفيديو مع بعض. بنبتدي نشوف مع بعض هنا بقى الموسس او الحساسيات، طبعا واضح انها بتنمو في اماكن رطبه رطبة، يعني لازم المية أساس فيها، لسه محتاجة بأساس في إيه؟ محتاجة المية في عملية الفيرتلايزيشن عشان تكمل دورة حياتها، ودي بيعتبروها صفة بدائية. لو جرينا شوية هنا كده أهو أهو هنشوف الجاميتوفايت بيكون تركيبه عامل إزاي. أهو الأوراق اللي إحنا قلنا عليها، هنلاقي الأوراق اللي إحنا قلنا عليها
وبيكون هابلوي يعني احادي المجموعه الصبغيه، بينمو على الصخور او بعض الاراضي الرطبه، بتنزل الميه عشان تفتح الازهار اللي موجوده فوق دي، الميه بتنزل عليه عشان كده قلنا الميه ضروريه، فتبتدي الاوراق. طبعا الاوراق دي ما بتتفتحش الا لما تكون الزهره، الزهره يعني ايه اللي هو بيكون اتكونت الانثريديا والاركيجونيا. طبعا في هنا ريزويد او اشباه الجذور بتبقى موجوده تحت في التربه، وبيحط بيها ميه طبعا عشان تمتص الماء والاملاح للنبات بالشكل ده كده. بالاستمرار بنطلع فوق خالص بقى، بنلاقي ساق صغير محاط من كل الجهات ب اوراق بتحيط بيه من كل جهه. الورقه دي في النص جواها بقى لو جينا فتحناها بتمثل الزهره. طبعا كلمه زهره هي مش نباتات زهريه لكن شبيهه الزهره، فبنلاقي في خيوط عقيمه اللي احنا شايفينها اهي، الخيوط العقيمه اللي هي البنيه دي، اما الاجزاء دي هي دي اللي هتكون يا اما الانثريديا يا اما الاركيوجونيا. دي بيسموها بارافيسز او خيوط عقيمه، بيبقى مهمه جدا ليه؟ عشان بتحتفظ بالميه في المكان ده، فتفضل الزهره، وبرده كلمه زهره مؤقتا او مجازا، عشان يفضل المكان ده اللي بيحيط بالانثريديا وبالاركيوجونيا مبلل ومتغطى بالميه. دي الانثريديا اللي هي جمع كلمه انثريديا، بيكون متكون من عنق صغير زي ما احنا شايفين الستوك او العنق بالشكل ده، بيبتدي يلاقي الجزء اللي فوق هنا لما بيتكون، لما بتاخد قطاع فيه ده بيسموه الجاكيت او الغلاف اللي بيحيط بيها. جواها بتكون مجموعه من الخلايا اللي هي هتبتدي تنقسم، دي خلايا فرتايل او خصبه. الجاكيت بيكون عقيم، يبقى الجزء اللي فوق ده جوه ده اللي هيكون الانثريزويد او السبحات الايه المذكره اللي هي امشاج المذكره. الميه هنا احنا بنتفق كل ما عامل اساسي لازم تكون المكان. ادي الارجونيا بتتكون برضو ايضا من ستوك او عنق، بتتكون من جاكيت اللي هو النيك ده اللي هو الجزء اللي فوق ده بالمنظر ده، والجزء المنتفخ ده بيسموه الفنتر او البطن. يبقى في عنق وفي النيك او العنق وفي البطن، وادي الستوك او العنق. طيب هنا بقى جوه الفنتر او البطن في اكس الخليه اللي هي الايج او البويضه، خلاص، ومجموعه خلايا من النيكسلز اللي هي بتبقى طويله خالص واصله لغايه النهايه فوق. الانسلزويد اهي بتتحرك اهي بالشكل ده، بتسبح عشان فين؟ لغايه لما هتوصل لغايه فين؟ هنشوف مع بعض هنا في القمه فوق هيتفتح الجزء اللي فوق ده عشان يسمح لمين؟ اهو وصل الفتحه فوق اهي، دخل جوه، هيبتدي يحصل لغايه كده ده البولينيشن، حصل تلقيح مائي. يبتدي بقى نشوف الفيرتلايزيشن. بصوا هنا الانثريزويد، بصوا بتتنطر ازاي، بصوا لو دققتوا في حاجات بتتنطر نتيجه الحركه دي كده، بتتحرك وبتتنطر. بتبتدي تتجمع عشان توصل للاركيوجونيا بالشكل ده، الاركيوجونيا تفتح. ده هنا ده الانثريديا في الاول، بيبتدي تطلع الجزء ده في الميه ويبتدي تنطلق الخلايا ويطلع منها الانثريزويد اللي هي السبحات الذكريه اللي هي الامشاج المذكره ان بتعوم في الميه. خلي بالكم الميه دي مهمه جدا اهو، تبتدي الميه تنزل على اهي، تنزل فتاخد معاها الانثريزويد، الميه تنزل عليها او بتتحرك تاخد معاها الانثريزويد، ده مهم جدا، لازم تبقى دايما رطبه وموجوده في ميه. بتبتدي تتحرك لغايه لما توصل للازهار، وكلمه ازهار مؤقتا، بيبتدي هو يفضل في الميه، يفضل في الميه وبيتحرك بالاصوات عن طريق الاصوات ويسبح لغايه لما نشوفه دلوقتي هيدور على ايه. طب هيعرف منين مكان الزهرة المؤنثة أو التركيب المؤنث؟ شفتم بقى الكانال سيلز أو الخلايا اللي موجودة في العنق طلعت وعملت سائل زي ما أنتم شايفين، في فرمونات مواد كيميائية بتجذب مين؟ يبقى هو كيميكال أتراكشن أو انجذاب كيميائي. يبتدي هنا المادة اللزجة دي اللي فيها روائح معينة أهو نازل جوه العنق بالشكل ده كده أهو، بعد ما الخلايا اللي فيه دابت خلاص لغاية لما هيوصل لغاية البطن تحت أو الفنتر أهو نزل من جوه ده كده بولينيشن لغايه لما وصل فوق. يعني هنا بقى هيبتدي الفيرتلايزيشن، يبتدي بيسبح برده في السوائل اللي موجوده لغايه لما يدور على نقطه معينه او بيسموها ريسبتورز، مكان مخصص، يبتدي يندمج مع النواه، وساعتها بقى ان النواه البيضه ما بقتش ان، بقت 2 ان اهو، هنا بقى زيجوت على طول، خليه 2 ان، دي اول خليه في الطور الجرثومي. ده موجود فين الخليه دي؟ موجوده داخل البق اهي، موجوده داخل هتتكون، وكل ده هيتكون داخل النبات الايه المشي المؤنث، داخل ايه الاركيوجونيا في المكان ده. خلاص الجزء اللي فوق ده كله ملوش لازمه بقى خلاص اهو، لكن كل الشغل هيحصل هنا. يبقى يبتدي الخليه دي هتبقى تنقسم الى خليتين، والخليتين الى اربعه، وهكذا، كل ده فين؟ وفي نفس الوقت جزء منه هينزل تحت في النسيج اللي تحت ده، النسيج النبات المشيجي، يبتدي ينزل تحت كده جزء عشان يمتص الميه والاملاح عشان يغذي النبات اللي هيتكون. فكان الجامات الجرثومي كانه شبه متطفل على النبات المشيجي في بدايه حياته، شبه متطفل، ما هو بياخد منه الاكل او الحاجه اهو، بس ما بيسببلوش ضرر ولا حاجه يعني.
خلاص على الاقل في الاول اهو تبتدي الفنتر او البطن دي تبتدي تكبر عشان تواكب النمو بتاع خلايا النبات اللي النبات ايه الجرثومي، ويبتدي الجزء اللي فوق بتاع العنق ده يبتدي خلاص بيبقى فوق اهو عمال يتزق لفوق، بيطلع الخيط اللي بيتكون ده اسمه سيتا. يبقى اذا في جزء اهو، ايوه السيتا اللي هو كل الاجزاء الطويله دي، وجزء فوق كده اللي هو كان ادي بالشكل ده كده. السبوروفايت بقى بيبدا من تحت في الرايزويد اللي هي داخل النسيج بتاع النشويات المشيجي، ادي السيتا وادي الجزء او الكبسوله اللي موجوده فوق. ليه اشكال كثيره بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو، كل دي اشكال اهو، ادي الكبسوله. الجزء الاخضر ده بيبقى لسه بيسموها ما استوتش، يعني لم تنضج بعد، يعني لسه السبورز لم تتكون، الجزء البني اللي كان جمع هنا بقى الكبسوله خلاص راحت. هنشوف التركيب بتاع الكبسوله هنا اللي هي الحافظه الجرثوميه، بيكون داخلها في نسيج اللي هو بيسموه اللي هي الخلايا الام او الخلايا اللي هتدي السبورز المكونه للسبورز. بتبتدي كل خلية، طبعا خليه في الاول بتبقى 2 ان، كل خلايا 2 ان، لكن فلازم ينفع تكون السبورز مباشره؟ لا، يحصل ميوزس او انقسام اختزالي عشان يديني اربع خلايا ان هابلويد. يبقى كل خليه هتنقسم انقسام واحد فتديني اربع انويه، كل نواه منهم هتبتدي تكون مين؟ اهو هتبتدي تكون سبور او بيسموها التترات او اربعات. الكلام ده كله بيحصل فين؟ داخل الكبسوله. داخل لما بيتكون بقى ينفصلوا عن بعض بالشكل ده عن طريق الماده الكيميائيه دي السبورولينين، كده اصبح السبورز ناضجه. يعني ايه ناضجه؟ يعني لو ايه زي البذره ما تبقى ناضجه، لو زرعناها تتزرع، ده لو انطلق يبتدي ينبت دي نبات جديد. وسبحان الله بعد ما يكتمل النمو يتحول للون الاخضر، يتحول الى اللون البني وتبقى جافه شويه، ويبتدي الاوبركلم او الهيد يقع، وهنا بيسموه الخيوط دي بيسموها بريستوم او الاسنان بتبقى محيطه بيه. يبتدي هنشوف دلوقتي ازاي بينطلق السبورز او الابواخ اللي هي بتكون نضجت خلاص بقى اهو، ولازم يحصل لها ديسبرسال بقوه عشان تنتشر وتروح مسافات بعيده عشان تنتشر، او زي ما احنا شايفين. بصوا الهواء والبخار كانها بصوا زي سحابه صغيره، بصوا بتتنطر كانها بتبخ السبورز فتنتشر وتقع على التربه زي ما احنا شايفين. وهنشوف بقى الجيميتوفايت الجديد عشان يعيد دوره الحياه ازاي هيتكون. على الارض الرطبه بالميه، ولازم بكرر الميه، هيبتدي ادي الواحد من السبورز بالشكل ده كده بينزل على تربه رطبه في الظروف المناسبه. يبتدي ايه اللي هيحصل؟ يبتدي السبور ده هيمتص الميه، يبتدي الطبقه الخارجيه بتاعته بتتقطع، يبتدي يطلع خيط مقسم الى خلايا لونه اخضر بيسموه بروتونيما، دي بروتونيما اوليه، خيط اخضر ومتفرع زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وبعدين يبتدي هنشوف هيحصل ايه، يبتدي بعض الاجزاء منه والخلايا تكون براعم زي ما احنا شايفين، سموها بقى براعم، سموها بالفايل، سموها جيما، سموها زي ما تسموها. المهم البرعم ده زي ما انتم شايفين هيبتدي يكون جذور ويبتدي يكون اوراق، يعني بيكون جماد جاميتوفايت بالشكل ده، الخيوط كلها منتشره كل مسافه كده، بيبتدي نبات يديني جاميتوفايت مره ثانيه اللي هو هيبقى فيه رايزويدز وهيبقى فيه ساق وهيبقى فيه اوراق، ويبتدي يشيل يحمل اللي هو الانفريدات والارشجونات مرة أخرى، وتعاد دورة الحياة مرة تانية. بهذه الطريقة بنكون اكتملت دورة الحياة. طبعا بيطلع على الشجرة زي ما انتم شايفين اهو، ده الجاميتوفايت، بيطلع على الأشجار، بيطلع ما بين النباتات، بيطلع على الأرض الرطبة إلى آخره، يعني بيطلع في أماكن كثيرة، بيطلع في الصوب اللي بيبقى فيها النباتات على جداول الماء أهو، كل الصخور المبللة دي هنلاقي فيها عليها الموسز أو الحزازيات أو النباتات أهو بالشكل ده كده بأشكالها وألوانها المختلفة. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة، اللهم آمين آمين آمين. نسألكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.